سعود يا هلا. تكفى يا سعود، دخل على الله سمعك لي سنة وأنا أحاول أدخل معاك. تكفى، إيه أنا من ذوي الإعاقة. اوكي انا ضفتس ضفتس. تكفى يا سعود، ارحم والديك وارحم ويخلي لك أمك. أنا الله سويت يخليك. مشروع صغير ومشروعي دحين وقف. ادخل صفحتي وشوف، شوف شغلي، شوف وين مشروعك تعبي. فيه انت؟ وين مشروعك فيه؟ في مكة وش مشروعك؟ سويت فود تراك، أبيع برياني. كم تبيعين؟ أنا فتحت قبل رمضان ومشروعي وقف، ما في زباين، وغير كذا طيب صلي على النبي. داعمين كثير وعدوني ما حد وفق معي. قولي لا إله إلا الله. والله يا سعود إني تعبت على مشروعي. طيب قولي لا إله إلا الله. خليني أسولف معك، خليني أسولف معك، ولا تخليني أتهاوش أنا وياس الحين. طيب أنت في مكة صح؟ ايه أوه هذا البرياني هذا هو. ايه هذا هو، والقطر اشتغل في أي مكان هذا؟ في أي مكان؟ عندنا في مكة في سوق الحجاز. طيب صلي على النبي. ليه الصوت؟ والله اني لي شهور احاول اجيب أنا لكم الناس. لازم أرتبها أنا وياس. أنت مني معك في المشروع؟ والله اني لحالي، حاول تحاول تلم الحالة الفتاح. من سيد المشروع؟ يعني في ناس جزاهم الله خير تبرعوا لي بالمطار والفود تراك. طيب صلي على النبي. عليه الصلاة. معك رخصة؟ معي كل شيء رسمي، كل شيء، ما فتحت إلا نظامي، بس إنه يعني وقفت بسبب السيولة.